السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وزير التربية، المحاضرين على الملاك الدائم قيد الدراسة. أكد وزير التربية علي الدليمي أن المحاضرين المجانيين مشمولين بعقود موازنة 2022، فيما أشار إلى أن تثبيتهم على الملاك الدائم قيد الدراسة. وقال الدليمي أن الحكومة العراقية الحالية مهتمة بقضية المحاضرين واستكملت جميع الإجراءات الخاصة بهذا الملف، وأضاف أن المحاضرين المجانيين هم حاليا مشمولين بقرار 315 ضمن عقود موازنة 2022. أما تثبيتهم على الملاك الدائم فالقضية تحت المناقشة. وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق عن التوجيه بحل مشكلة المحاضرين في موازنة 2022، فيما أكد وزير التربية علي حميد الدليمي سعي الحكومة لتثبيت المحاضرين المجانيين. نقابة المعلمين تطرح مقترح جديد يخص الدروس الخصوصية. أعلنت نقابة المعلمين طرح مقترح لوزير التربية علي الدليمي بشأن الدروس الخصوصية، فيما أشارت إلى أنها تنتظر تعليمات جديدة تخص المعاهد التطويرية. وقال نقيب المعلمين العراقيين أمين عام مساعد اتحاد المعلمين العرب عباس كاظم السوداني انه تم طرح مقترح لوزير التربية علي الدليمي بشأن الدروس الخصوصية والعمل على افتتاح معاهد تطويرية للطلبة داخل المدارس سيكون بعد انتهاء الدوام الرسمي، ويرشح للتدريس المتقاعدون للقيام بهذه المهمة لخبرتهم الطويلة في مجال التدريس وبأسعار رمزية. واضاف ان وزير التربية اكد العمل على موضوع المعاهد التدريسية، مشيرا الى ان النقابة تنتظر التعليمات الخاصة بالمقترح خلال الايام المقبلة.